مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة دوكالا. في هذا الجو الليلي كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا، الإنارة العمومية منعدمة في عدد من المناطق هنا بمدينة الجديدة بعاصمة دوكالا. واش المسؤولين ما في خبارهم؟ مش هادشي اللي وقع؟ فالإنارة العمومية، يعني نتحدث دائما عن الإنارة العمومية وعن الجو العام بمدينة الجديدة ليلا كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا وانتم كتتابعوا معنا. يعني الإنارة ديال السيارات، الإنارة ديال بعض المطاعم وبعض المقاهي هي اللي مضوية على الشارع العام هنا بمدينة الجديدة في الوقت اللي كنشوفوا عدد من الأزقة، عدد من الشوارع كلها مظلمة كلها ظلمة. التساؤل مطروح لحد الساعة، واش المسؤولين هنا بعاصمة دوكالا ما في اخبارهمش هادشي؟ ما كيشوفوش هادشي، ما كيتجولوش ليلا بشوارع وأزقة مدينة الجديدة. وحنا شفنا عدد من المواطنين كيطالبوا خلال هاد الأيام، يعني كما لاحظتوا معنا كيطالبوا المسؤولين المركزيين باش يديروا زيارة لمدينة الجديدة ويشوفوا الأوضاع المزرية والأحوال ديال مدينة الجديدة. بالنهار الأزبال متناثرة في كل مكان، وبالليل الإنارة العمومية منعدمة كما تلاحظون مشاهدينا وانتم معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي، بالإضافة إلى الحفر. فهذه هي الأجواء العامة كما كتلاحظوا، وهذه الإنارة يعني ديال السيارات، ديال الدراجات النارية، ديال الشاحنات، وديال بعض المقاهي وبعض المطاعم. فكما كتلاحظوا معنا يعني غياب الإنارة العمومية المنعدمة في عدد من الأماكن، في عدد من الأزقة، في عدد من الشوارع. وبالتالي أصبح المطلب ديال الساكنة، ديال مواطني مدينة الجديدة وساكنة مدينة الجديدة وزوار مدينة الجديدة، فالمطلب الوحيد الآن هو تقوية وتصحيح الإنارة العمومية، وأيضا يعني النظافة. فالمدينة أصبحت غارقة في الأزبال هذه الأيام كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني بعدد من الشوارع، بعدد من الأزقة، يعني كنشوفوا الإنارة العمومية هي اللي كاينة ضعيفة وضعيفة جدا. فكنشوفوا يعني كما قلنا لكم الإنارة ديال الشاحنات وديال الدراجات النارية وديال السيارات هي اللي كتضوي بمختلف شوارع مدينة الجديدة، وهذه حالة أصبحت تعيش عليها مدينة الجديدة هذه الأيام، حالة نعيشها باستمرار. وأصبحت الاحتجاجات متواصلة ليلا ونهارا على الأوضاع ديال مدينة الجديدة، الوضعية اللي تحدثنا عليها كثير وشتو معنا يعني الأزبال بالنهار بشكل كبير، وتكلمنا في هذا الموضوع وتكلموا عدد من المواطنين على هذا الموضوع ديال الأزبال. بالليل ثم كتبعوا معنا مشاهدينا الإنارة العمومية المنعدمة الضعيفة في عدد من الشوارع، عدد من الأزقة. واش المسؤولين ديال هذه المدينة ما كيشوفوش هادشي؟ ما كيتجولوش بالشوارع والأزقة ديال مدينة الجديدة؟ واش ما كيتبعوش يعني الأحوال ديال الجديدة؟ واش ما كيشوفوش احتجاجات ديال الساكنة وديال المواطنين؟ احتجاجات متواصلة بشكل يومي منذ الساعات الأولى من كل نهار إلى الساعات متأخرة من الليل. فبالنهار الأزبال وروائح الكائنها التي تزكم الأنوف في كل مكان، يعني بكل أزقة وبكل الشوارع. وبالليل كما كتلاحظوا معنا الإنارة العمومية فهي ما متواجداش بعدد من الشوارع وعدد من الأزقة وعدد من الأماكن. المشاهدين وانتم كتتابعوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي، الأجواء الليلية يعني كما كتلاحظوا معنا الظلام الدامس بالليل يعني بكل مكان بعدد من الأزقة والشوارع مشاهدين.
هذه هي الاجواء العامه كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. فشيء مؤسف احتجاجات يعني بالنهار بالليل مواطنين اكثر كيحتجوا على الحاله وعلى الحاله المزريه. وانتم كتشوفوا حتى البركاسات يعني الحاويات وسط الشارع العام والازبال وروائح كارهه كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتتبعي قناه شوف تي في. الوضعيه الكارثيه ديال المدينه الجديده ليلا، وانتم معنا على المباشر وكتشوفوا يعني الحاويات من اللي يعني الاناره ديال السيارات، فما كايناش اناره عموميه قويه باش غادي نشوفوا الوضع الكارثي والحاله الكارثيه سواء ديال الازقه والشوارع والطرقات او ديال الازبال المتراتره في كل مكان. هذا هو الوضع، هذا هو الحاله ديال المدينه الجديده في هذه اللحظات في هذه الاثناء، وهذا واحد من الشوارع الرئيسيه كما كتشوفوا الوضعيه المظلمه، الوضعيه ديالو المظلمه واللي تكلمنا عليها بشكل كبير باستمرار. فعدد من المواطنين يعني تحدثوا على احوال مدينه الجديده، على الظروف وعلى الحاله الكارثيه اللي صبحت كتعيشها مدينه الجديده خلال هذه الايام. فهذا هو الجو العام مشاهدينا، وانتم كتتابعوا معنا على المباشر على قناتكم قناه شوف تي في هذه الاوضاع الكارثيه، الاوضاع اللي كتشوفوها. فشيء مؤسف، بالنهار يتحدث المواطنين ويشتكون عن من الازبال المتناثره والروائح الكريهه، وبالليل الكل يتحدث عن ضعف الاناره العموميه وعن هذه النقط السوداء التي اصبحت في عدد من الاماكن نقط سوداء باماكن كثيره بمدينه جديده. انتم كتابعوا معنا مشاهدينا على المباشر على قناتكم قناه شوف تي في الاحوال ديال المدينه في كل لحظه وفي كل ليله. فاحنا دائما كنحاولوا نقربكم، كنحاولوا يعني عدسه قناه شوف تي في كتحاول تقربكم من الاوضاع ديال المدينه في كل لحظه في كل ساعه سواء بالليل او بالنهار. هذه هي الوضعيه وهذه الحاله الكارثيه ديال مدينه الجديده ليلا. انتم كتابعوا معنا مشاهدينا مباشرة على قناتكم قناة شوف تي في الوضع الكارثي، الوضع المتأزم، الوضع اللي أصبح لا يطاق هنا بمدينة الجديدة، ولا حديث إلا عن الظلام الدامس ليلا وعن الأزبال والروائح الكريهة المنتشرة في كل مكان بالنهار، وعن الأحوال كما كتلاحظوا معنا ديال الطرقات ديال الحفر بمدينة الجديدة. إذا الجديدة تعاني، الجديدة تعاني التهميش هذه الأيام، والمواطنين الساكنة فالمطالب ديالهم مطالب عادلة، فالكل يطالب، الكل ينادي، الكل يستنجد بالمسؤولين المركزيين بالرباط، خاصة وأن المسؤولين المحليين هنا بمدينة الجديدة يعني عجزوا عن حل هذه المشاكل. وانتم كتلاحظوا معنا وكتشوفوا يعني الإنارة ديال السيارات، باستثناء ذلك فظلام دامس بمختلف شوارع وأزقة مدينة الجديدة، الجديدة اللي كانت يعني الكل يتكلم عليها بأنها منطقة ومدينة سياحية، مدينة جميلة، مدينة رائعة، مدينة تتوفر على شواطئ وعلى منتجعات. الآن هذه هي الأحوال وهذه هي الوضعية ديال مدينة الجديدة، كما كتابعوها معنا على المباشر لحظة بلحظة ساعة بساعة. فهذه هي احوال مدينه جديده هذه الايام، وانتم كتابعوا معنا مباشره مشاهدينا هذه الحاله. هذه هي احوال الجديده ليلا، فبالنهار الكل يشتكي، نداءات متواصله متكرره على الازبال المتناثره في كل مكان بمدينه الجديده طيله النهار، وبالليل الحديث دائما عن ضعف الإنارة العمومية كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومشاهدي قناة شوف تي في. وانتم كتابعونا يعني على المباشر، هذه هي الوضعية العامة
وهذه هي الحالة الكارثية ديال المدينة الجديدة. بالليل ظلام دامس، ظلام يعني في كل مكان بمختلف الأزقة بمختلف شوارع مدينة الجديدة. وانتم معنا على المباشر على قناتكم، قناة شوف تي في اللي كتحاول تنقلكم وتقربكم من وضعية مدينة الجديدة التي طالها الإهمال بكل المقاييس، بعدد من مرافقها، بعدد من أزقتها وشوارعها. هذا ظلام دامس يخيم على المدينة بمختلف الشوارع بمختلف الأزقة بمختلف الأماكن. فأنتم تبعتوا معنا بالنهار يعني الأجواء الكارثية والأجواء ديال النهار، الأزبال المتناثرة بكل مكان. فبالليل ثم كتشوفوا معنا انعدام الإنارة العمومية، الشارع كتشوفوا الحالة المهترئة أو الحفر يعني والأزبال المتناثرة. إهمال طال هذه المدينة التي تحدث عنها الكثير وقال عنها الكثير بأنها مدينة سياحية. ثم كتشوفوا الوضعية ديالها والحالة ديال هذه المدينة، هذه المدينة السياحية، المدينة اللي الكل تكلم بها واعتبرها مدينة سياحية، ولكن هذا هو الوضع الكارثي. هذه هي الحالة ديالها وانتم كتبعوا معنا كتشوفوا وضع متأزم دائما. نقلنا مشاهدينا الى النهاية وهذا المباشر على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تي في قناة الشعب.